نمشيو نستمعوا لتسجيل صوتي جانا عبر رقم الواتساب اللي هو 07 07 16 02 82. ها هو جا الميساج. السلام عليكم، تحياتي سي احمد وعدودي، كنشكرك على هذا البرنامج ديالك. انت الاخ الكريم اللي تيستقبل المكالمات. واحد السؤال، الله يجازيك بخير. حنا عندنا واحد الارض، فلاحيه كانت في الملك ديال الجد ديالي، وتوفى. من توفى الجد ديالي ديك الارض خصها ضروري تولي على شي واحد، اما على الوالد ديالي ولا على عمي. كنت فاهم عمي مع الوالد وعمتي، وعطاو الوكاله للاب ديالي، وحط الملف تفتيشيه. تعا مع الاسف الشديد دخلوا بيناتنا شي سمساره. من دخلوا دوك السمساره عمي شك، قالوا له راه خوك غادي ياكلك في هذيك الارض، والوالد ما غادي ياكلو ما والو. غير هما جاو عطاونا واحد الثمن باش نبيعو هذيك الارض، وعطاونا واحد الثمن قليل، بغاو يوليو عاودو يتسمصرو فيها. جا الوالد رفض. من رفض الوالد قالوا له ها هو باغي ياكلك، غتولي في سميتو، غادي ياكلك في حقك. ناضو عاونو العم ديالي ودار حتى هو ملف واحد اخر وحطو، يعني كمعارضة. دابا حنا بقينا معلقين، ما عرفنا شنو غادي نديرو. البلاد ما هي دابا البلاد هي معلقه، مع العلم ان الارض مازال فيها ما كاينش لا ملوفي، مازال فيها شي تقريبا شي 4 المليون ديال الضريبه. دابا حنا الامور هي واقفه، ما عرفنا شنو غادي ندير. لا الاب ديالي بغى يسلم له، لا عمي بغى يسلم، ولا حول ولا قوه الا بالله. الاب هو اللي كان ساكن مع جدي، عمي كان خارج، هو عمتي دابا ما، والاب ديالي هو الاكبر، وهي في التعاونيه البلاد كتولي على الاخ الاكبر. لا حول ولا قوه الا ما خرجت، لا ما خرجوا عندنا لا لجنه ولا والو. الامور هي مازال واقفه. دابا الله يجازيك بخير السي الوعدودي، نصحنا شنو غادي ندير. والله يجازيك بخير، اسمح لي لا طولت عليكم، والله يجازيكم بخير. وباش ما ننساش الارض راه بالتيسر ديالها وبالمسائل. والسلام عليكم. شكرا للمستمع الكريم، سؤال وافي وقيله. شويه ما الارض ما عطاناش المعلومات ديال الكافيه، سميت من ديال من، واش ديال السلاليه، واش ديال هو في ملك جده. لا 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 في ملك جدي. لا قال تعاونيه. اها المهم عندنا ارض فلاحيه في ملك جدي. المهم ودابا هذوك عمته وعمو عطاو لباه الوكاله. اها وعلى ما تبين لي بان باه بدا كيبيع. هما جاو شي وحدين قالوا راه عندكم، راه داك السيد الوكالة كيبيع. هما خافوا من حقهم. جاو قالوا لي واش كدير؟ حبس. مشاو للتعاونيه حدفوا التعرض. ما كاين مشكل، واخا حدفوا التعرض يرجعوا لزيرو. يجلسوا كلهم ويتفقوا وما يعطيو وكالة لشي واحد. يدخلوا كلهم للتعاونيه ويحطوا الملف في سميتهم كاملين كورثه، ويحطوا الاراثه، ويحطوا شهاده الوفاه، يحطوا فوتوكوبي ديال لي كارت، يحطوا واحد رساله استعطافيه يعودوا في ذاك المشاكل اللي كانت، وغادي يعاود الملف تدرس مع التعاونيه من جديد مع اللجنه. طيب ما هذا هو هذا خصهم دابا مابقوش متفقين، ولكن خصهم يعاودوا يتفقوا، لان اذا ما اتفقوش غدا واحد القيده تمشي لهم. من حقهم من صالحهم يتفقوا يمشيو للتعاونيه يفكوا المشكل ديالهم. ثلاثه الناديه.